وسهلا بكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تي في أينما كنتم، مرحبا بكم مجددا هنا من مدينة فاس مع الطلبة بطبيعة الحال اللي دوزوا امتحانات ديال البكالوريا. اليوم الأول بطبيعة الحال هنا دوزوا المادة ديال الفيزياء. حنا معكم في هذا البث المباشر، غادي نسولوهم غنشوفوا كيفاش دوزوا بطبيعة الحال، واش كانت امتحانات صعبة، واش كانت المراقبة مزيرة الأمور، كيفاش كانت خويا؟ السلام عليكم. الله عليك، قرب عندي شوية. بربك أخويا. السلام عليكم. كيفاش كانت الامور اخي؟ امور اخي بدون مساواة بصراحه. هادشي هذا راه ماشي منطقي، هادشي هذا اخي راه كيتقرا اخي اجيال بزاف اخي، والناس اخي ديال الناس ديال لافك كيقريو هادشي هذا. نعم. وعطيني هنا اخي الصاد الورقات، واش حنا قد الصاد الورقات؟ اصعب بزاف اخي، هادشي راه اخي ماشي معقول. هضروا اخوتي على حقكم اخي، وحنايا غير ماشي متمدرسين اخويا، حنايا دافعين باك حار ما كنقراوش هادشي هذا، راه ما فهمناش داكشي اللي حطون. راه كما قال الدريري راه حطوا لي الصاد الوراق، راه كنت باغي نفرقهم حسب لي عطاوني الزايد. نعم. حق الله خويا الحبيب، راه حسبني عطاوني الزايد، كنت نعطي لها بنادم اللي مورايا ورقه دي. قال لي دورها ديالك، بقيتي كنشوف الصاد الورقات من لهنا ومن لهنا، واش هنايا نيوتن هنايا ولا اينشتاين، اش غنكتب اخويا؟ الفيزيك اخي الفيزيك. خويا حنا بالنسبه حنا ماشي متمدرسين، حنا احرار. خص يكون عندنا شي امتحان في المتناول، ماشي امتحان بحال المتمدرس بحال الانسان ما قراش، راه واخد غير هنا مخير واخد تسعه حره. ومولي انت حاط له الصاد الورقات كي غايدير لها؟ جديتي الصاد الورقات وصحابك غلطوا ولا كيفاش؟ انا رديت لها وحده قالت لي لا راه ديالك هذاك، لا راه ما يمكنش. كيفاش هاد البلان هذا؟ واخا على العموم، واش دوزتو مزيان ولا ناقص؟ لا خويا ما دوزناش مزيان، ما دوزناش مزيان. عرفتي شحال اللي جابوا صفر في الماده ديال الفرنسي؟ ألف 15000 15000 انا ندير التحقيق، 15403 حيد انايا، حيد انايا شحال يبقاو؟ 15402. اذا شفنا هما فينا هما اصحابنا اللي جابوا الصفر. عرفتي اخي وزيد عاد بعد الفيزيك، الساده اللي جاتني في الماط، الساده اللي جاتني في الفرنسي النهار الاول هي اللي جاتني دابا. عرفتي دارت نضادر مع بالرجوله، ما ضربتنيش، كضرب نضادر في الصباح على الساعه الصباح والبروده صاحبي، وضربه نضادر عرفتها ما غاديش نقل حتى شي لعبه، وبالرجوله ما نقل حتى شي لعبه. ومع كامل احترامات راني هذا الباك هذا ما غاديش نجيبه لك العام الجاي ان شاء الله، العدسه ضروري تجي معايا وانا عقلوا عليه. واحد النقطه مهمه، واش كاين شي استاذ كيقول لك كيشوف السميه ديالك كيقول لك واش انت يا العلاوي؟ انت هو العلاوي، ما عندوش معاك العلاوي. اجي هذه القضيه ديال انت العلاوي كيفاش زعما؟ اخي ما فهمناش هذا الشيء هذا، والله ما فهمنا اخي. انا هو العلاوي جا طلع على السميه دارها قال لي انت هو العلاوي صافي، يعني راه وجد راسك راه شو ما هادشي هذا. انا نقول لك علاش قالوا علاش مولاد الشعب. كنقربكم من المستجدات هنا، هذه الاجواء بطبيعه الحال هنا من امام ثانويه تاهيليه بطبيعه الحال. كان الامتحان صعب، الدراري جاهم صعيب بطبيعة الحال. الزيار بالنسبة للمراقبة كيفاش كانت المراقبة؟ قرب عندي المراقبة، شوف المراقبة خويا خصها تكون سواسية. نعم. حنا كنشوفوا قاعات كينقلوا وقاعات كيمارسوا عليهم فهمتيني العنصرية والسب والشتم، أنا خص فهمتيني يكون من الغناء راك عارف مين كيوقع فهمتيني الزيار. إنسان شوف غتزير زير كل شيء، ولا تخلي بنادم ينقل ينقل كل شيء. بروش ولا واش نقلتي ولا ما نقلتيش؟ انا ما نقلتش اخو، ماشي على الزيار، ماشي على الزيار. نعطيك واحد النقطة، شوف حنا ماشي ماشي مع الغش. حنا يكون واحد الامتحان في المتناول بالنسبة للأحرار، حنا معتمدين على راسنا فهمتيني، حنا ما كنشجعوش على الغش. لان قال لك فمن غش انا فليس من حنا. شوف حنا الحق نقولوا ولو يكون علينا كنتي غتنغ لا لا كنتي غتنجح ماشي بالنقيل، ماشي بالنقيش. حنا بغينا فهمتيني واحد الجيل يطلع في المستوى فهمتيني، حنا كنخدموا على راسنا فهمتيني. اي ما يكونش فهمتيني عاوتاني واحد كينقل وواحد كيغش كتجي شي شويه ناقصه فهمتيني. انت تاخذ 10% وواحد ناقل ضرب 16 راه كتجي شي شويه قاصه. خويا الا ما نقلتيش ما تجيبش هذيك العشره. واخا انت مع النقيل؟ لا انا ماشي مع النقيل، انا ماشي مع النقيل، ولكن كنشوف باللي الاستاذات الجنس اللطيف ما سماش اخويا بالرجوله، حيت الا كان الراجل الراجل كيحس بالظروف اخويا كيتعامل. بالنسبه انا للاستاذات اخويا راني شنقول لك من القطريه وانا كنقرا معاهم المشكل. اسمعني نقول لك بالعكس اخويا والله الا انا طاح فيا الاستاذه لا من غير ديك الاستاذه السمامره، غير ديك الاستاذه السمامره الاستاذه راه فيها منا وفيها خاتنا. اي انا شوف انا ما هربتلكش لهذا الجانب الانساني، وانما في التعامل ديال الاساسيد بحال دابا
الاستاذ كيحس بالظروف. انت يا راجل نعم. انت راجل غادي تحس بالظروف ديالي حيت راك شايف الوضعيه نعم. اما استاذ بحال دابا نقدر نقول لك فهمتيني يعني ماشي بحال راك عارف هي ما تكونش عايشه المعاناه اللي كتعيش نتايا فهمتي بالنسبه لك انت راجل ماشي هي ماشي واش دوزتي مزيان ولا ما دوزتيش صراحه انا خويا انايا اش نقول لك دوزت مزيان ولكن الفرنسي جايب فيها صفر هذا الشيء اللي كاين الله يسمعكم شي اخبار الخير الله يسمعكم شي اخبار الخير خوتي اذا المتابعين انتم كتشوفوا الاجواء هنا مع خوتنا بطبيعه الحال كنقربوكم اجا خويا اجا قرب السلام عليكم ما دوزناش مزيان اخويا صعيب ولا كيفاش علاش ما دوزناش هو ما صعيبش حنا ما حافظينش صافي اش نقول لك حنا ما حافظين صراحه نيشان الصراحه حنا ناهل امتحان سهل وساهل كلشي تخدموا ناضي وليني حنايا ما خدمناش ساهل والله الا ساهل اخويا كي انا ما خادم حتى شي حاجه شي ست الاسئله جاوبت عليهم غير بوحدي نعم مازال ما جبتش حتى التليفون انا اذا المتابعين انتم كتشوفوا الاختلاف الاراء كاين اللي كيقول ساهل كاين اللي يقول ما ساهلش بطبيعه الحال كانت مراقبه اللي هناك من انتقد لان المراقبه غدير الدور ديالها وغدير العمل ديالها بطبيعه الحال واللي وجد راسه راه غيدوز مزيان اللي ما وجدش ما غيدوش مزيان عند الامتحان يعز المرء او يهان هذه مقوله اللي تربينا عليها بطبيعه الحال كنتمنى لهم التوفيق كنتمنى الله يفرح الاباء ديالهم الامهات ديالهم بطبيعه الحال اللي كيقاسوا معنا وكيسهروا معاهم وكيحاولوا يشوفوا الابناء ديالهم في اعلى المراتب نتمنى لان التلاميذ والطلبه يكرسوا هذه المقوله ويحنوا في الاباء ديالهم ويشتغلوا بجد ان شاء الله وما غيكون غير الخير كنتمنى لهم التوفيق خويا اجي معايا هو بغى يقول كلمه دوسي اخويا مزيان والله الا بخير الحمد لله كيفاش كانت لا بريباراسيون ديالك كيفاش بريباريتي يعني الاجواء ديال بريباراسيون ديالك خويا كان كلشي مزيان والله الا بخير الحمد لله فاش كيفاش بريباريتي واش كان ساهل دابا بصدق واش كان ساهل الامتحان ولا صعيب انا خويا امتحان ما عرفتش واش كي داير انا غير قلت اخويا مثال اه بالراجل ولا شو زاد لعب هذه ما خصناش نقولوها لا خليه هو القلب اسمح لي واحد نوضح خليني خلي زيد معايا شك على حساب الكاميرا لا ما والله ما نكلاش محشومه لا حاشا لا حاشا اخونا واخا خويا واش 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 فكرتي على انك تنقل يعني لان ما بريباريتيش ولا كيفاش ما بريباريتش اخويا انا لا ونقلت دوسي ليبر اه ليبر واخا خويا الله يحفظك اجي اخويا اجي وضح السلام عليكم قاسم لبس عليكم لا سمح لي انا راه عاد نقول واحد الفكره دابا كاين شي اساسيد كيتعاملوا كاين شي اساسيد كيخليونا فهمتي كيتعاملوا ولكن واحد كيخرج من الداخل كيقول لك راه خلاونا نقلوا خلاونا نقلوا كيجي العام الجاي كيجي العام الجاي كي الوزاره والدوله كتزيد الضغط كيجيبوا لك اقمار اصطناعيه كيحطها لك فوق راسك فهمتي كيزيدوا الزير واش انت مع النقيل ماشي مع النقيل وانما حطينا ثلاثه ديال الورقات كلهم عامرين كل سؤال وثلاثه الورقات في الكتابه كل سؤال فيه صفر فصيله ما كاينش واحد نعم. واحد ما تلقاهاش كلشي كاين صفر فصيله واخا تكون قاري انا حيت ليبر دابا حنايا خصك تقرا تحفظ الاجتماعيات والعلوم فيزياء عشرات المواد واخا تكون واخا تكون كمبيوتر واخا تكون ما عارف راه ما يدخلوكش داك شي بلاصه وحده اخرى عاد جاي يدوز الباك ليبر بغى يصوفي راسه وجايب 10 باك الاول ولا كل واحد شنو بغى يدير بهذا وكتعيا تكتب حتى اللي كتلقى 0.25 بحال اللي جاي ما نعرفش شنو بالنسبه كاين اللي كيقي سميتو كيقيل خدام كيقيل خدام فينا يبريباري في حس دوك ندوزو ليب راه الناس خدامين اللي داير ليستيه دابا تخيل داير ليستيه ياك تخيل داير ليستيه وكتقرا لي موديل ديال ليستيه وفي نفس الوقت خصك تحفظ الباك ليب راه واخا كي قلتي لك واخا يكون كمبيوتر راك ما تحفظش هادشي كامل الله يفرحكم الله يسمعكم شي اخبار الخير خويا تفضل معايا بالتوفيق كي كان اللهم صعيب اخاي والله الا زيرو هنا بالله وداك الشيء صعيب ما كتفهم فيه والو وحق الله عاد راه عندك 10 ديال الفروض راه خاصك تكون كمبيوتر في دماغك باش تصوب وعاد كنقراو لي ستي واش وجدتي شويه صراحه شويه لا ماشي ضروري غتوجد واحد شويه ضروري غتحارب الصفر علاش فيزيك ماده صعيبه ومازال تبعك العلوم ومازال تبعك الماك يعني راه خصك تكون كمبيوتر في دماغك وعاد عندنا حنا لي ستي تنقراو لي ستي الله 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 من هذا من كار ايوا ان شاء الله نجيب لك هاد الكارطونه ميمتي ونفرحك لا انت ولا با ان شاء الله حاط معاك الام ضروري ضروري تضحى معنا راه الام ديالي مسكينه راه خدامه هي غير في الديور والولد ديالي حمالها في السويقه الله يدير شي تاويض الخير اخو اللهم امين اللهم تفرحهم ان شاء الله بحول الله يسهل على كل مسلم هنا يلا يسهل على الجامع شكرا جزيلا الله يحفظكم كنحييكم كنشكركم بزاف اللهم يسر اللهم يسر اذا المتابعين المشاهدين الكرام مع خوتنا وحبابنا بطبيعه الحال هنا من امام مؤسسه
ديال القراويين التاهيليه بطبيعه الحال. مشينا للمؤسسه ديال الادارسه الان في القراويين، غادي ننتقلوا معكم وغنبقاو معكم في التغطيه الحصريه والمباشره للامتحانات الوطنيه ديال البكالوريا بطبيعه الحال. كنحييكم كنشكركم بزاف، كان معكم مراسل قناه منصف بودير، الى اللقاء بكم في بث مباشر اخر. شكرا.